تحت شعار الوقاية خير من الموت بلا مزيتك تحترم الأمور الوقائية، لأنه الإنسان اللي ما احترمش الوقاية كنا نمشي للمؤسسات وكنا نشوف المعاناة والويلات والأزمات اللي كانوا يعانوها مرضى الجائحة. يعني الحمد لله تشبع المواطن، رانا في جيل واعي الحمد لله. الشكر موصول لجميع الناس اللي كانت توعي. رانا نشوف راهي ناقصة بزاف من عدم تقريبا الآخر الناس شغل هنايا في بشار بالك. حنا مثلا في لي زونفيرو كما نقولوا الواتشا ولا كارزات بن عباس راه حنا محترمين خير منهم. لا زعما الاجراءات الوقائيه كاين وكاين كاين بلاصه اللي محترمه كاين بصح الله غالب طولت هذه يا ولدي. هذا مرض جابه الله خصنا نتعايشوا معاه. كاين وكاين ماشي ما كانش كاع كاين. هي كاين اللي يدير كمامه يدخل عندك كمامه يقول لك في الكوافير انا عندي كوافير هنايا ثاني يدخلوا بالكمامه راك معايا. ماشي الصيفه كاع بالشهر كاين وكاين كاين شغل تقريبا الشعب كاع ما كانش لا يدير كمامه. الناس راه تمشى بلا لي بافات.